السلام عليكم ورحمة الله. بعد أن أمر بتسريح أكثر من 900 عامل جزائري، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتدخل ويطرد المدير العام لمتعامل الهاتف النقال أوريدو من الجزائر نيكولاي بيكرز. سبب هذا الطرد الفوري ناجم عن رسالة موجهة إلى الرئيس عبد المجيد تبون من طرف نقابة شركة أوريدو، التي عبرت من خلالها على التجاوزات الخطيرة للمدير العام، وخاصة قرار البي دي جي تسريح أكثر من 900 عامل جزائري من الشركة. يأتي هذا التسريح بالرغم من أن الشركة قامت بنتائج مالية مستقرة وأرباح خلال هذه الفترة العسيرة التي يمر بها الاقتصاد الوطني. وكصدى إعلامي لهذه الحادثة، قال أحد الصحفيين التونسيين المعروفين سمير الوافي: مدير أوريدو الجزائر وهو أجنبي خطط لطرد 900 عامل جزائري من المؤسسة، فوجد نفسه مطرودا قبلهم بقرار رئاسي سيادي لا يناقش، ومهانا لأنه تجرأ على إهانة الجزائريين. كان يظنهم عربا خرفانا مثل الآخرين تطعم أفواههم فيستحي عيونهم. إيه! وقال أيضا: وتنحني رؤوسهم، لكنهم أعطوه درسا في الكبرياء وأعطونا درسا في السيادة. في دول أخرى يمشي المستثمر الأجنبي ملكا، يمشي على قوانينهم وكرامتهم وشرفهم، ويشتري الكرامة مقابل الخبز، ويصبح انتشابل لأنه يشغل سواعدهم الرخيصة ويشتري عرقهم الرخيص البخس. وفي الجزائر الكرامة هي العملة الأغلى والأعلى في بورصة السيادة، فلا تختبروا الجزائريين.